ابو صالح، هلا ومرحبا، حياكم الله وحيا الله اخينا ابو صالح، انت شرف بوجوده. لكن عجل نمسك الرجال دايم ما ادري هو يروح للابل، ما ادري مسير بعض قرايا المملكه، ما ادري وش العلوم الزينه، ترى ما يغيب الا يجيب. لا بد ان نساله وش اخباره وش علومه، وين اتجه، وين وصل، حد راح بعيد راح قريب. اخواني الحاضرين والمشاهدين، الله يبارك فيكم. مثل ما قال ابو راشد، حنا مقبلتنا على ايام فضيله عظيمه، المؤمن يفرح بها، يا سلام، يتزود بها خير، اللهم لك الحمد. فالانسان لا يفوت الدنيا يا اخواني، تراها مزرعه الاخره، يا سلام، ولا من فوتها وراحت ترى راح نص عمره. اي والله، نعم، الدنيا قيل انها ساعه فاجعلها طاعه، يا سلام، لا تفوتك يا اخوي. فانت اليوم بساعه بالايام الخاليه، يعني تقدر تصرف، تقدر تبيع، تقدر تشري، تقدر تصدق، تقدر تعمل منين ما كنت، يا سلام. لكن في يوم من الايام بهالحفره، الله يجعلها من رياض الجنه للمسلمين كل ابوهم. والله الانسان يخاف، في شايب زعل على عياله ومرض، ايه، وقال الشايب الربع روح وسووا لي بيت زين ولا زينتوه تجون وتعلموني. داروا ايه العيال ايه ان الرجال انه مقبل على مثلا القدوم الى ربه، لا لا طويل عمر وعلومك طيبه. قال يا عيال انا بروح، ما لقيت احد قدامي فانا جيتكم، ولقيت احد ربعي الاولين اللي ونسوني اجي. ايه المهم انه جلس معهم، وعند ما جلس معهم سبحان الله ايه قال الدنيا مزارع، الدنيا مزرعه الا الاخره، ولا تفوتكم يا عيالي. يا سلام، انه في قصه ايه وانا اسف ضيعتها حول ايه هذا الرجل، انا جبتها مره، لكن هذا الرجل سبحان الله حكيم، ومن ضمن كلامه قال ما لقيت احد قدامي من زملائي الاولين ايه فانا اجيكم راجع. المهم انه توفى رحمه الله عليه، الله يرحمه، وروه في رياض خضر وعلى راسه تيجان من لولو ومرجان. الله اكبر. قالوا وش هذا اللي طرى عليه؟ وش هذا اللي جرى له؟ وش جرى له؟ قال هذا بسبب صدقات عيالي عني بالدنيا. الله اكبر، سبحان الله العظيم. وقصته طويله يا اخواني، لكن انا ضيعت الحكمه بها. ما شاء الله تبارك الله، كلك خير وبركه. ما نطول على الاخوان الحاضرين ونستمع ونستفيد، جزاكم الله خير.